يستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام شوطنا السابع والخاص بالجعدان لإذاعة المحليات الأصايل. هنا ننطلق في فترتنا الصباحية بالفعل. هنا مشاهدين الأعزاء انطلاق جميل ولا أروع. نذكر بالتوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم وفي انطلاقاته المميزة. هنا مع نهاب علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري قطع مسافة السباق من 6 كيلومترات في 9 دقائق 15 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لو الناموس صاحب أيضا نشوط الجعدان المهجنات الأصايل وصاحب الرمز في ميدان أيضا السوان في مهرجان السوان بالفعل هو صاحب التوقيت الزمني. أيضا شكرا لراشد بن حمد العمري من قدمه في عملية التضمير والتدريب. هذا هو نهاب كما يأتي به الهواري مشاهدينا ومتابعينا الكرام. على بركة الله وتوفيقه نسير مباشرة لنتعرف على هذه الأسماء المشاركة في هذا الصباح الجميل المنطلقة هنا مباشرة مع المركز الأول. يأتي حوران للسهيل بن سليم بالأسود العامري على المركز الأول والصدارة الأولى، بينما المركز الثاني شاهين ليابر بن سلطان بن راشد الخيلي، المركز الثالث الوصول من المارد لمحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري اللي وصل على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصل في هذه اللحظات اللي هو منذر لناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي وصل على المركز الرابع في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. المركز الخامس الوصول من مشغل لسلطان بن محمد بالهويمل العامري ياتي على المركز الخامس. المركز السادس شاهين للسهيل بن سالم بن مصبح الكتبي، والمركز السابع يصل في هذه اللحظات هذا هو غازي لحمد بن مبارك بن حمد بن مبارك العامري او حمد بن مبارك بن حمد بن محمد العامري ياتي في المركز السابع مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في هذه اللحظات. هذه النتيجه والدخول الاخر من القادم في هذه اللحظات والمنطلق هنا يصل اديب لنديله بالويهي بالزفنه ايضا العفاري وصل في هذه اللحظات مع اديب، ولكن دخول من الجراف لمايد بن علي بن حسن بن احمد المرزوقي وصل في هذه اللحظات، وايضا شاهين لسلطان بن حارب بن مغير العميمي اللي وصل في هذه اللحظات يقدم هذا الاسم ينطلق من خلال هذه المنافسه. شعار العميمي احد الشعارات القويه والعملاقه في عالم الاصاله، والشارد لعلي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري وصل في هذه اللحظات. هذه النتيجه ونداءنا الأول مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. هذه هي نتيجتنا. أيضا نتمنى للجميع التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى. هناك أسماء قوية، أسماء أيضا لها صولات وجولات في عالم سباقات الهجن. أرى أيضا أسماء قادمة من خلف العشر المراكز الأولى، ولكن لنا عودة إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط. حوران لسهيل بسليم بالأسود العامري اللي في المركز الأول والصدارة الأولى يقدم هذه الانطلاقة القوية على مقدمة هذا الشوط. يأتي شعار بالأسود في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني مشغل لسلطان بن محمد بن هويمل العامري وصل على المركز الثاني. المركز الثالث غازي حمد بن مبارك بن حمد بن محمد العامري يأتي على المركز أيضا الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات أيضا المارد لمحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، وصل أيضا خليفة بن علي الهاشمي يقدم هذه الانطلاقة مرافقا لهذا الشعار أيضا أينما كان وأينما وصل. أيضا يأتي على المركز الرابع. المركز الخامس مروح لعبد الله بن مبارك بن عامر الأحبابي يأتي على المركز الخامس. المركز السادس شاهين لسهيل بن سالم بن مصبح الكتبي. المركز السابع وصل منذر لناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي. المركز الثامن ياتي اديب لنديله بالويه بالزفنه بن محمد العفاري يتواصل اديب على المركز الثامن او التاسع. المركز العاشر ياتي هنا سلهوت لمبارك بن
غش بن طبازة بن الدودة العامري. هذه النتيجة، هذه الأسماء القوية والعملاقة التي تشكل هذه الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. 2 كيلومترات المتبقي هنا الهواريات ما بعد المراكز العشر الأولى، أيضا استكشاف دائما للمراكز المتأخرة هنا من خلال هذه الشعارات القوية، من خلال هذه الأسماء المشاركة في هذا الشوط. لنا عودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط. هناك منافسة قوية من شعار بن هويمل اللي غير وخذ المركز الأول وخذ الصدارة الأولى ليقدم مشغل سلطان بن محمد بن هويمل العامري، ولكن دخول حوران سهيل بن سليم بالأسود العامري يقدم حوران في هذا الامتحان على المركز الثاني. هذه النتيجة للجعدان للإذاع، هذا هو شوطنا السابع في تعدادي أشواطي هذا الصباح من خلال 16 شوطا. هنا المركز الثالث اللي وصل بالمركز الثالث في هذه اللحظات غازي لحمد بن مبارك بن حمد بن محمد العامري في المركز الثالث. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، المركز الثالث، المركز الرابع وصل تغيير من مروح عبد الله بن مبارك بن عامر الاحبابي، وصل منذر، وصل منذر ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، وتدخل اديب، وصل اديب بن ديله بالويه بالزفنه بن محمد العفاري، تدخل ايضا بالشعاره وشعار ايضا هنا بن الدوده، وصل سلهود، وصل ايضا مبارك بالرغش بن طبازه بن الدوده العامري. النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، الأسماء القوية، الانطلاقات المثيرة، التحديات الرائعة، الانطلاق هنا مع مقدمة هذا الشوط شعار بن هويمل على الصدارة على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، بن هويمل، بن هويمل يقدم مشغل سلطان بن محمد بن هويمل العامري، يسير إلى مقدمة هذا الشوط، ينطلق إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول، إلى المقدمة، إلى الانطلاق القوي. مشغل مشغل مشغل، الانطلاقات عناوية يا بن هويمل، عناوية حتى هذه اللحظات. ولكن بالأسود، بالأسود يقدم أيضا حوران، أيضا سهيل بن سليم بالأسود العامري. يا سلام، وين الفوز وين الانتصار ما بين هذا الاثنين؟ هنا منافسة قوية، القدوم من منذر، القادم منذر على ما أعتقد منذر، القادم منذر بالفعل لناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي. ولكن أعود إلى بن هويمل، سلاماتنا عيناوية، سلاماتنا إلى العين بالفعل وإلى الزاخر على هذا الفوز والانتصار. هذا مشغل سلطان بن محمد بن هويمل العامري المركز الثاني، وصل به حوران لسيل بن سليم بالأسود العامري. المركز الثالث ناصر بالعوضي بن يحيى المنالي مع مندر. المركز الرابع وصل في أديب لأنديلة بالويهي بالزفنة بن محمد العفاري. والمركز الخامس كان هملول علي بن خميس بن علي الهاشمي المركز الخامس. هكذا نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، التوقيت الافضل يتسجل هنا مع مشغل ب9 دقائق 12 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مشغل سلطان بن محمد بن هويمل العامري. المركز الثاني 9 دقائق 13 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لشعار السهيل بن سليم بالأسود العامري على فوز حوران بالمركز الثاني. المركز الثالث توقيت الزمني 5 أجزاء من الثانية و14 ثانية و9 دقائق اللي هو مندر اللي ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي. تهانينا والناموس على هذا الفوز.